تفضل. اوكي تمام، نبدأ محاضرتنا اليوم على بركة الله، وهي أول محاضرة بموضوع مشاكل الحفر أو الهول بروبلمز، وعادة يسمونه تسمع مصطلح الداون هول بروبلمز، وراح نتناول أول مشكلة من هذه المشاكل اللي هي مشكلة فقدان دورة سائل الحفر أو اللوس سيركوليشن. شنو المقصود عندك من تسمع بكلمة loss circulation؟ هي من يعني ببساطة فقدان للسوائل الموجودة داخل البئر. قد تكون هذه السوائل يعني بصورة رئيسية أما سائل الحفر اللي هو الماد أو التسميد. عادة حتى خلال عمليات التسميد تحصل عندنا مشكلة فقدان دورة سائل الحفر. طبعا تعتبر هذه المشكلة من المشاكل اللي خلينا نقول الأكثر شيوعا وأكثر ضررا على البير. الأضرار اللي موجودة أو خلينا نقول أهم الأضرار اللي تترتب على مشكلة فقدان دورة سائل الحفر هي زيادة كلف الحفر، باعتبار أنه الطين هذا المفقود راح يحتاج تعوضه الطين ثاني، فيحتاج لك حجوم خلينا نقول عالي. هذه المشكلة يحتاج لها وقت، يعني تضطر توقف عمليات الحفر بدون إنتاج، وباعتبار أنت الأبراج تنطيها خلينا نقول يعني أجور يومية أو تشتغل على أساس الديلي ريت، راح تعطي فلوس للمشغل وانت متوقف عن الحفر، فراح تزداد عندك بالتالي الكلفة النهائية لحفر البير. المشكلة الثانية أو الأثر الثاني لمشكلة loss circulation هو فقدان السيطرة على متابعة، يعني ما تعرف الجاي يصير عندك داخل البير. أما المشكلة الثالثة فهي عادة إذا حصلت عندي هاي المشكلة اللي هي مشكلة loss circulation، وكان عندنا بالتجويف تكوينات حاوية على هيدروكربون أو على أي مائع، ممكن هاي الموائع تندفع وتسبب لي مشكلة ثانية اللي هي الويل كيك، فراح يصير عندي مشاكل أما تؤدي لي للكيك. أو إذا حصلت قد في بعض الأحيان أثناء عمليات السيطرة على الأبوار أثناء عمليات الإقماط قد يحدث عندي loss circulation نتيجة لتجاوز مثل ما عرفنا بالمحاضرات السابقة الformation of breakdown pressure أو اللي احنا نسميه الformation of fracture pressure اللي هو تسبب تكسر للطبقات أو التكوينات القريبة من حذوة البطانة، وبالتالي راح تعقد لي أو تزيد من صعوبة عملية السيطرة على الأبار. نجي نعرف شنو المسببات الرئيسية للloss circulation. عادة عندنا مسببين رئيسيات لهذه المشكلة أو لحدوث هذه المشكلة. المسبب الأول هو أو النوع الأول خلينا نقول هو natural losses. شنو المقصود بالnatural losses؟ يعني هذا الفقدان يحدث طبيعيا داخل الطبقات بدون دخل اللي خلينا نقول العامل البشري أو مسبب عامل بشري بي. في الأحيان أكو طبقات أو تكوينات تعرف بأنها رخوة، وهذه الطبقات تحتوي على مسامية ونفاذية عالية. عادة تكون هذه الطبقات على الأغلب الأحيان خلينا نقول عند الأعماق الضحلة، لأن الطبقات أو التكوينات تكون غير متماسكة. لذلك هاي الطبقات اللي يحدث بيها فقدان طبيعي تقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول اللي هو الكورسانت أو الجرافل بيتس، هذه الطبقات من مسماها تحتوي على رمل، طبقات رملية أو تكوينات رملية، وهذه الطبقات عاد أو التكوينات عادة الحبيبات الرملية خلينا نقول تكون غير متماسكة أو unconsolidated،
وهذه تحدث وين عندك؟ مثل ما قلت لكم بالأعماق الظحلة أو التكوينات السطح القريبة من السطح. فنتيجة لهاي خلينا نقول ضعف التماسك بحبيبات هاي الطبقات راح ممكن بسهولة أن يحدث فقدان لسائل الحفر خلال هذه التكوينات. النوع الثاني من التكوينات اللي ممكن تحدث بيها مشكلة أو خلينا نقول اللي بيها natural losses هي natural fissures أو fractures. هذه fractures أو fissures وين تحدث؟ عادة تتواجد أو تتكون خلينا نقول بالطبقات limestone أو الطبقات chokes. هذه الطبقات عادة إذا تكون خلينا نقول متواجدة وتعرضت إلى إجهادات تكتونية، حركات تكتونية، أو في بعض الأحيان خلينا نقول تعرضت إلى حوامض يعني بفعل بشري. هذه الإجهادات التكتونية أو الحوامض ممكن تسبب تشققات طبيعية داخل هذه formations، وبالتالي ممكن يحدث بيها فقدان طبقي أو فقدان لسائل الحفر خلال عمليات الحفر. قد يكون يعني خلينا نقول يصل لمرحلة يكون بها من النوع الشديد، وهذا راح نعرف شنو المقصود بال severe losses. النوع الثالث اللي يحدث فيه formations أو تكوينات اللي بيها تكهفات، وعادة هذه التكوينات limestone والdolomite. هذا اللايمستون عادة أو الدولومايت ممكن أني خلينا نقول تواجد المياه تحت السطحية راح تتغلغل خلال هاي التكوينات وتسبب لي ذوبان لعنصر الكالسيوم الموجود داخل هاي الطبقات، وبالتالي تكون لي خلينا نقول تكهفات. هاي التكهفات عادة تختلف حجومها، يعني قد توصل حتى في بعض الأحيان إلى مقدار مرحلة total loss يعني فقدان كامل لدورة سائل الحفر. عادة هاي المشاكل أو total losses أو خلينا نقول إذا واجهنا هذا النوع من التكوينات اللي تحدث بيها فقدان كامل لدورة سائل الحفر، نضطر إلى مرة طبعاً راح نحكي إن شاء الله بالسلايدات اللاحقة عن طرق معالجة اللوس سيركوليشن، لكن في بعض المراحل نصل إلى خلينا نقول آخر حل هو استخدام تقنية الحفر الأعمى أو البلايند درولينج. هنا المقصود بيها راح تحفر باستخدام المياه المتوفرة عندك، عادة تكون سي ووتر عندك راح يجعل السطح يعني ما عندك اللي low circulation and natural losses. نجي النوع أو المسبب الثاني اللي ممكن يسبب لي low circulation خلينا نقول مقادير مختلفة، يعني مقدار فقدان سائل الحفر بكميات مختلفة. فلذلك قسموا الباحثين أو المختصين بمجال هندسة الحفر قسموا إلى أربعة تقسيمات رئيسية اعتمادا على كمية المفقود من سائل الحفر بساعة الواحدة. النوع الأول من أنواع الفقدان يسموه بالسيبج لوسز. هنا يكون عندك الفقدان الطبقي من نوع السيبج إذا كان معدل الفقدان خلال عمليات التدوير أو الحفر من 1 إلى 10 برميل بالدقيقة. عادة هذا النوع من اللوس من اللوس سيركوليشن يحدث بصورة طبيعية خلال الحفر بالطبقات النفاذة نتيجة المود كيك، أو حتى قبل لا تنبني المود كيك أكو جزء من السائل الحفر راح ينغمر داخل أو يتغلغل داخل التكوينات
الطبقية وهذا نوع ثاني أو الفلس الثاني للloss circulation هو partial losses. البارشال لوسز هنا شوية تكون نسبة الفقدان أعلى، يتراوح بها مقدار المفقود من سائل الحفر من 10 إلى 50 برميل بالساعة خلال عمليات الحفر. وعادة قد يعني إذا وقفنا التدوير قد يتوقف عندك اللوسز. بزيادة هذه الكمية راح فوق 50 برميل راح يصير عندنا نوع آخر من اللوسز أو تصنيف آخر لللوسز يسموه بالسيفير لوسز. يعني السيفير إذا كانت باختصار كمية المفقود من سائل الحفر تتجاوز 50 برميل بالساعة خلال عمليات التدوير أو الحفر. وعادة قلت لكم يعني حالات بسيطة من السيفير لوسز، يعني إذا توقف التدوير راح أشوف عندك توقف لللوسز أو عدم وجود لوسز، وهذا راح ينطيك هنت بأنه المشكلة مو بالهيدروستاتيك بشر لسائل الحفر وإنما بالمواصفات الديناميكية لسائل الحفر أو الإكويفالنت سيركوليشن. يعني يحتاج الضربات الريوجية أن الفقدان يكون من نوع توتال، هذا النوع الرابع. وبهذا النوع من الفقدان يكون عندنا دورة سائل الحفر مفقودة كليا، يعني ما عندك راجع لسائل الحفر أثناء عمليات الحفر. وحتى يعني من توقف التدوير راح تشوف عندك اللوسز مستمر وتابعة من خلال هبوط مستوى سائل الحفر داخل الأنيولس. وقلت لكم عادة هذا النوع من اللوسز يكون مصاحب للحفر خلال الطبقات اللي تحتوي على التكهفات أو اللي ما عرفناها بالكيفرنس فورميشنز. هذه بصورة عامة التصنيفات الرئيسية اللي خلينا نقول الأقسام الرئيسية لأنواع الفقدان الطبقي. عرفنا هسه احنا بالمستوى الرئيسي الطبقي، نجي نعرف شلون نمنع او نقلل خلينا نقول اللوس سيركوليشن. طبعا خلال عمليات الحفر حتى تحد او تتجنب حصول عمليه الفقدان الطبقي لسائل الحفر. واحد او الاجراءات، طبعا أول شيء عوامل عادة عوامل رئيسية هي الحمى الفخذي. العامل الثاني فهو المواصفات هذه الفتات الصخري راح تعطي كذا وزن اضافي وبالتالي زياده الكاف في سائل الحفر انيولس. هل مشكله دوره سائل الحفر، فشلون اتحكم او امنع هذه يعني من طول الطبقات بها الحفر السريع وتعمت حفرات قريبة من السطح على سبيل المثال تجارب قريبة تعرف تنقرع عشتك مشكلة اللوس زيادة من خلال التحكم بالوقات الرجوجية السابقة، يعني قلل جدا
ما يسبب زيادة controlling surge pressure. عرفنا احنا surge pressure هذا كان يعني إكمال مفتوح المعدل سبب لي الأوسكوليشن. نجي نعرف شلون نعالج مشكلة فقدان دورة سائل الحفر. يعني إذا صارت عندي صارت لوس سيركوليشن شلون خلينا نقول أعالجه. الإجراء الأول عادة المتخذ هو تقليل كثافة سائل الحفر. نعرف إحنا اللوس سيركوليشن صاعدنا نتيجة لزيادة الضغط الهيدروستاتيكي أو زيادة الأوفر بالانس. يعني الضغط الهيدروستاتيكي لسائل الحفر صار أعلى من الضغط أو البور بريشر، وبالتالي سبب لي مشكلة فقدان دورة سائل الحفر. لذلك الإجراء الأول هو أقلل من كثافة سائل الحفر إلى الحد المسموح به، يعني ما أقللها وأدخل مرحلة الأندر بالانس بحيث يصير عندي فلو إذا كان عندي هناك تكوينات فيها هيدروكربون، أو أصعدها إلى درجة عالية وسبب لي اللو سيركوليشن. فهذا الإجراء الأول هو التافت سائل الحفر خلال التحكم مواقات الرياضية اللي هي قلناها جيل سترينث والفسكوسيتي لسائل الحفر. نجي قلنا احنا نقلل كثافة سائل الحفر. طيب ايش قد ممكن نقللها وشنو هو الحد المطلوب اوصل له حتى امنع فقدان دور سائل الحفر وبنفس الوقت ما يصير عندي فلو؟ طبعا عندك هنا طريقتين لحساب مقدار النقصان او خلينا كثافة سائل الحفر الجديدة اللي ما تسوي لي لوسز. الطريقة الاولى هو نملي بعد ما صار عندنا فقدان، نوقف عمليات التدوير سائل الحفر ونجي نسوي فولينج للانيولاس، يعني نفول الانيولاس. عادة نضيف له ماي او كرود اويل داخل الانيولاس ونحسب حجم هذا الحجم الماء خلينا نقول اللي ضفناه ونفول عدي البير. فبعد ما عرفت الحجم اللي ضفته أقدر أعرف ارتفاع هذا السائل داخل الأنيولوس. فراح يكون عندك، خلني أوضح لكم برسم توضيحي بسيط. على فرضا أنه هذا عندي البير وهذا عندي السترينج داخل البير، وصار عندي لوسز بحيث نزل مستوى سائل الحفر إلى هذا المستوى. أجي أوقف عمليات التدوير وأجي أفول البير، يعني أضيف له ووتر إلى أن ينملي عندي الأنيولس. على سبيل المثال شفت أنا يحتاج لي لحالة معينة 100 برميل من الماء حتى يملي لي الأنيولس. أعرف أنا طبعا حجم الفراغ الحلقي الموجود عندي، فبمعرفة الحجم ببساطة أقدر أعرف إيش قد ارتفاع الووتر داخل الفراغ الحلقي. عرفنا ارتفاع الووتر أقدر أعرف إيش قد المتبقي اللي هو مملي بالماد. هذا هو الماد. فصار عندك الهيدروستاتيك بريشر جاي من عدي من خلينا نقول كومبين الووتر زائدا الماد. فراح أعرف إيش قد الهيدروستاتيك بريشر بقاع البير اللي سلطنه هبني المائعين. فراح تقول
ببساطة هو الضغط الهيدروستاتيكي لسائل الماء من خلال قدر ارتفاعه زائدا الضغط الهيدروستاتيكي للطين مع قدر ارتفاع الطين داخل البير اللي هو حجم أو عمق البير كلي ناقصا ارتفاع الماء راح يطلع عندي ارتفاع الطين. فراح أعرف أقدر أنا كثافة عندي معلومة لسائل الحفق وعندي كثافة الماء معلومة وعندي الارتفاعات معلومة فأقدر أعرف إيش قد الهيدروستاتيك بريشر اللي هو ببساطة يساوينا الهيدروستاتيك بريشر للووتر زائدا الهيدروستاتيك بريشر للماد وراح أعرف إيش قد مقدار الضغط الهيدروستاتيكي لسائل الحفر إتقاع البير. فبعد ما عرفنا إيش قد الضغط الهيدروستاتيكي اللي سلطه هذين المائين أجي أحسب الكثافة المكافئة يعني إذا استبدلت هذين السائلين أو الماء والماد بطين أخف إيش قد الكثافة المطلوبة إله حتى تنطينا هذا الضغط الهيدروستاتيكي اللي حسبته من هذه المعادلة. على سبيل المثال خلينا نقول هنا بهاي الحالة يطني 5000 PSI على عمق على سبيل المثال فنقول 10,000 قدم عرفنا الضغط هو 5000 PSI أجي أعرف أو أحدد إيش قد كثافة الطين المطلوبة اللي تنطيني هذا الضغط وهي راح تكون عندك كثافة سائل الحفر. أجي هذا الحالة الأولى أو السيناريو خلينا نقول الأول يعني أقدر أفول وأعرف كمية الماء. الحالة الثانية لا إذا وقفنا التدوير ومليان البير والبير مستمر باللوسز يعني ما أقدر أسوي فولينج يعني ما أقدر أشوف إيش قد مستوى سائل الحفر داخل الأنيولس. فبهاي الحالة شلون راح أحدد الضغط الهيدروستاتيكي أو خلينا نقول الكثافة المكافئة لسائل الحفر؟ طبعا هنا راح أستخدم تقنية بسيطة هي مقارنة الضغط الضغط التدوير قبل الفقدان وضغط التدوير بعد الفقدان اللي هو المعادلة الموضحة قدامكم pressure A و pressure B. pressure A هنا يمثل عندك خلينا نقول circulation pressure قبل حدوث عملية الفقدان. أما pressure B فهو يعني أشغل المضخات مادي عند نفس الفلوريت أو عند نفس الـ SPM وأشوف إيش قد الضغط اللي أسجله على الستاند بايب واللي راح أسميه بالبشر بي. فراح هذين القيمتين ضغوط التدوير راح أطرح الضغط التدوير الأولي ناقص الضغط التدوير الثاني وقسمه على درجة الضغط للطين اللي جاي أدور به. فمن خلال هذه المعادلة راح أقدر أعرف حساب أو أعرف مقدار الانخفاض بمستوى سائل الحفر داخل البير واللي هو نسميه احنا the height of empty hole. خلي ناخذ بريك 5 دقائق. السلام عليكم استاذ منتظر. هذا المثال يوضح لي الحسابات الخاصه باللو سيركيليشن وهنا بالمثال التالي منطيني خلال عمليات حفر تجويف 8.5 وعد عمق 8000 قدم صار عندي فقدان تام لسائل الحفر. بالنسبه لهذه المشكله اضطروا يوقفون عمليات الحفر وقلنا اول اجراء هو من يصير عندك لوسز تغلق البير او عفوا توقف الحفر عمليات الحفر وتوقف التدوير وتراقب مستوى سائل الحفر بالفراغ الحلقي وتبدي تسوي له فولينج اذا كان عندك خلينا نقول مستوى سائل الحفر معلوم او اذا سويت فولينج راح يمكن يلمي السائل الانيولس راح نسوي له فولينج. فعادة الفولينج باستخدام الووتر فغلقوا البير العفو وقفوا التدوير وسووا فولينج للبير باستخدام الماء وهذا الماء بكثافة 8.3 BBG
الى ان خلينا نقول استقر مستوى الماء داخل، يعني يسوون فيلينج الى ان استقر بحيث وصل الماء للسطح، يعني عند شافوا عند الشيل شيكرات خلينا نقول او عند الويل هيد، وشافوا الكمية الماء اللي استخدموها او خلينا نقول ملت لي هذا المقدار بالفقدان او الانخفاض بسال بالانيولس هي 65.7 برميل من الماء. كذلك السائل الحفر اللي استخدم اللي خلينا نقول حتى خلالها عمليه مشكله الفقدان هي كانت 10 بي بي جي. المطلوب من عندك هو تحديد الضغط الطبقات اللي صار عندها لوسز، وكذلك كثافه سائل الحفر الجديده اللي لازم استخدمها على فرض انه الانترميديت كيسينج نعطيك اياه هو 9.58 اللي هو 9.625 انش بالوزن النوع مالته 40، كان مسيت عند عمق 6000 قدم. والدريل بايب طبعا نعطيك هنا دريل بايب منطق الجريد اي هو 5 انش حتى تعرف الكاباسيتيز له. نجي هنا اول شيء قلت لكم انا راح ما بعد ما نملي البير خلنا نوضح لكم طريقة تحديده. قلت لكم أول خطوة من تصير عندك فقدان لسائل الحفر، الإجراء الأول هو توقف عمليات الحفر والتدوير وتسوي فولينج للبير، فراح تسوي فولينج بالووتر هذا هنا عندك الووتر سوله فيلينج. طبعا هنا من صار عندك المشكله انخفض عندك مستوى الطين داخل الانيولاس الى مستوى معين خلينا نقول هنا فيلينج، شفنا انه البير احتاج الى 65 برميل من الماء 65.7 بار من الووتر حتى يسوي لي فولينج للبير. إذن المتبقي هنا عندك هو طين. طيب الخطوة الأولى هنا أو المطلب الأول هو معرفة ضغط الطبقات أو الفورميشن بريشر اللي صار عندها لوس. هنا خلينا نقول صار عندك لوسز في هذا الفورميشن، فحتى أعرف الضغط الطبقي لازم أعرف إيش قد الكثافة على سبيل المثال كثافة سائل الحفر اللي صار عندها اللي صار عندك بيها بالانس، يعني لا فقدان والبير مستقر بيها. أقدر أحدد هذه الكثافة من خلال معرفة ارتفاع كل ماء داخل البير وكثافته. إحنا بهذه الحالة عندنا ماء وعندنا مد، فإذا عرفت أنا حجم الماء معلوم عندي وأعرف الأنولر كاباسيتي معلومة عندي، إذا قسمت هذا على الأنولر كاباسيتي على سبيل المثال هنا عندك الأنولر كاباسيتي بين الدريل بايب والكيزد هول هو على سبيل المثال 0.5 برميل لكل فوت، يعني كل فوت ارتفاع طبعا هنا خلينا نسويها 15 يعني ما معقولة 0.15 برميل لكل فوت ارتفاع من الانيولس. طيب انا هنا فولت 65.7 برميل اريد اعرف هذا ال 65 برميل ايش قد الطين ارتفاع داخل الانيولس. عد الكاباسيتي مالته، مجرد ما اقسم حجم الماء اللي ضفته على الانيولر كاباسيتي راح تنطيني اقدر اعرف ارتفاع الماء داخل الانيولس. ارتفاع الطين شلون احدد؟ ببساطه هو ايش قد عندك العمق الكلي التي دي، العمق الكلي ناقصا ارتفاع الماء راح يكون المتبقي من عده هو الطين، يعني الجزء اللي يحتوي على طين. فهنا بالمثال منطيني الكاباسيتي بين الدريل بايب والكيسينج هي 0.0515 برميل كل تقريبا 5% من البرميل لكل قدم ارتفاع. أجي أحدد ارتفاع الماء، أعرف قد ارتفاع الماء داخل الأنيولاس اللي هو
67.5 مقسومة على الانيولار كاباسيتي راح يشغل عندي كأن ماء داخل الانيولس ارتفاع مقداره 1276 قدم. طيب عرفنا احنا هسه ارتفاع الماء داخل البير. ارتفاع الطين هو العمق الكلي ناقصا ارتفاع الماء راح يبقى الجزء اللي هو بي طين. فهنا اول خطوه الفورميشن بريشر شو يساوي لنا؟ ضغط سائل الحفر، الضغط الهيدروستاتيكي لسائل الحفر زائد الضغط الهيدروستاتيكي للماء باعتبار انه البير يحتوي على ماء زائد طين. طيب الضغط الهيدروستاتيكي للطين هو 0.05 جي في 8000 اللي هو العمق الكلي ناقصا ارتفاع الماء اللي هو 1276 ينطيني الضغط الهيدروستاتيكي لسائل الحفر. الضغط الهيدروستاتيكي للماء هو 0.052، هنا أنا بس أتأكد من عتبه 0.0 هذا هنا 0.052 في 8.3 في ارتفاع عمود الماء راح ينطيني هذا الجزء، راح ينطيني الضغط الهيدروستاتيكي لعمود الماء. الضغط الكلي اللي سلطه هذا الخليط هو 4747 بي اس اي عند عمق 8000 قدم واللي هو يساوي لنا عمق الفورميشن. طيب العفو يساوي لنا ضغط الفورميشن. ايضا احسب الكثافه المكافئه المطلوبه حتى تعادل لي هذا الضغط مع الفورميشن بدون ما يسبب لي مشاكل. اجي هذا الضغط اقسمه على الارتفاع الكلي او العمق الكلي للبير في 0.052 راح تنطيني الكثافه المكافئه، يعني الكثافة سائل الحفر اللي يحتاج حتى تعادل لهذا الضغط هي 9.7 بي بي جي واللي تعتبر هي كثافة سائل الحفر الجديد اللي لازم أستخدمه بعد حتى أتجنب أو أمنع مشكلة حدوث فقدان دورة سائل الحفر. بالمثال الثاني نفس المثال الأول منطيك البيانات اللي هي عمق البير والقطر آخر تجويف إليه والبطانة النازلة هي 9.58 آخر بطانة كانت مسيتة عند عمق 10400 قدم إضافة إلى أبعاد البطانات وأطوالهم وكذلك أبعاد الدريل كلرات الموجودة داخل البير. هنا بهذه الحالة موجود عندنا كان الدريل كلر 6 3/4 وطوله 600 قدم. الكثافة سائل الحفر اللي كانت مستخدمة واللي صارتها مشكلة فقدان دورة سائل الحفر هي 12.7 ومنطيك كثافة الماء اللي استخدموه لملء البير بعد حدوث مشكلة اللوهز، يعني نفس المشكلة صار عندي عند عمق 12000 قدم صار عندي low circulation فوقفوا التدوير أو سووا فولينج شافوا البير يحتاج له إلى 110 برميل هنا في هذا المثال حتى 110 برميل حتى تمليلي البير. طيب المطلوب عندك هنا نفس السؤال المثال السابق وتعرفة ضغط الفورميشن عند عمق 12000 قدم وبالتالي كثافة سائل الحفر المطلوبة حتى تسيطر على هذا الفورميشن. المطلب الثالث هو الهيدروستاتيك بريشر عند الكيسينج سيت أو عند حذوة البطانة اللي هي اللي هنا بهذا المثال 9.58 واللي كانت مسيتة عند عمق 10400 قدم. المطلب الرابع هو على فرض أنه صار عندي خلينا نقول استمرار اللوسز فاحتاجين نسوي سدادة سمنتية ارتفاع أو حجم عفوا السدادة السمنتية المطلوبة حتى تملي لي 1000 قدم من الأوبن هول. نجي للمطلب الأول، طبعا المطلب الأول اللي هو معرفة ضغط الفورميشن وبالتالي كثافة سائل الحفر المطلوبة. في الفورميشن هنا شلون اعرفه؟ بعد ما عرفنا انه البير يحتاج الى 110 برميل حتى يملي، ف 110 برميل تقسيم الكثافه المكافئه عفوا الانيوال كاباسيتي راح تنطيني ارتفاع الماء داخل
البير اللي هي 2136 ومملي بساعة الحفر، واللي عمق البير هو 12000 ناقصا 1236 اللي هي الماء، راح يبقى المتبقي من عده اللي هو سائل الحفر. فبهذا المثال الضغط الطبقي يساوي ضغط سائل الحفر زائد الضغط الهيدروستاتيكي لعمود الماء، وبالحل راح تشوف عندك هو 7436 PSI. هذا هو ضغط الفورميشن عند عمق 12000 قدم. اذا كثافه الطين المكافئه حتى تعادل هذا الضغط هي 7436 تقسيم العمق الكلي في 0.052 راح تنطيني 11.9 BBG. يعني يحتاج سائل حفر جيد، او اقل خلينا نقول كثافه سائل الحفر من 12.7 الى 11.9 حتى احافظ على الاستقلاليه البير وما اسوي لوسز. اجي هنا أريد أعرف كثافة أو عفواً ضغط الهيدروستاتيكي هذه سائل الحفر عند حذوة البطانة. فحذوة البطانة أو الكيسينج سيت هي 10400 في 11.9 اللي كثافة سائل الحفر في 0.052، راح أعرف بجد يسلط لضغط عند هاي النقطة، وبهاي الحالة عند هاي الكثافة لسائل الحفر راح يسلط لضغط مقداره 6436 PSI. طيب المطلوب هنا، المطلب الرابع عندك حساب كمية السمنت أو الفوليوم أوف سمنت المطلوبة حتى تملي لي 1000 قدم داخل الأوبن هول. يعني أحتاج أسد الأوبن هول وأجي أحفر حتى مرة ثانية حتى خلينا نقول أتجنب أو خلينا نقول أسيطر على مشكلة فقدان دورة سائل الحفر. فهنا عندك الفوليوم أوف سمنت شي يساوينا؟ يساوينا الفوليوم of open hole في 1000. أنا أعرف الopen hole إيش قد الحجم مالتها. هنا أنا عندك الحافرة المستخدمة اللي هي 8.5، يعني هي الopen hole في 8.5 تربيع في باي على 4 باعتبار قطر دائري مضروبة في 1 على 100 تقسيم 144 التحويلات. هذا مساحة الدائرة مضروبة في الارتفاع حتى أحسب الحجم الأسطوانة واللي هي تمثل لي حجم الأوبن هول، وبهاي الحالة حجمه 394.1 قدم مكعب واللي تعادل لي 70 برميل سمنت. يعني حتى أملي 11000 قدم من الأوبن هول بالسمنت يحتاج لي 70 برميل من السمنت. بعد ما عرفنا خلينا نقول المسببات الرئيسية لفقدان سائل الحفر وطرق معالجته، قلنا الطريقتين الرئيسية هي أما تقليل الضغط الهيدروستاتيكي لسائل الحفر أو إضافة مواد. نجي هنا لنعرف شنو المواد اللي ممكن تستخدم خلال عمليات السيطرة على اللوس سيركوليشن. يعني في بعض الأحيان قد يكون يعني نقلل الضغط الهيدروستاتيكي لسائل الحفر ما راح أمنع وقلل اللوس سيركوليشن، راح يستمر عندي اللوس سيركوليشن حتى لو قللت دورة قللت كثافة سائل الحفر أو الإكويفالنس سيركوليشن ديسيتي، فراح أضطر إلى أستخدم مواد مانعة للفقدان. هذه المواد عادة تقسم إلى صنفين رئيسيات، هي أما الconventional LCM والLCM هنا مقصود بها low circulation materials، وهذه الconventional عادة متواجدة عندنا خلينا نقول بثلاث أنواع، هي أم أو بثلاث أشكال، أما على شكل flakes أو قشور، وهنا تشمل قشور المايكا أو غيرها، أو على شكل حبيبي، وهذا مثل على سبيل المثال قشور النوتشيلز أو الكالسيوم كاربونيت أو الملح، أو على قد تكون على شكل ألياف، وهاي مثل إيش؟ مثل glass fibers والwood fiber أو animal fiber. طبعاً عادة من أستخدم المواد الـ LCM لازم أخلي بنظر الاعتبار
لبعض الاعتبارات المكمنية. على سبيل المثال لو كان عندي فقدان أو حدث عندي فقدان لسائل الحفر بمنطقة مكمنية تحتو على هيدروكربون، فهنا لازم أحدد أو خلينا نقول أستخدم مواد LCM تقلل لي أو توقف لي low circulation وبنفس الوقت ما تسوي لي ضرر مستقبلي للمكمن. فمثلا على سبيل المثال ما أقدر أستخدم بالمكمن قشور المايكا أو الوود فايبر أو غيرها، لأن هذه راح تكون غير ذائبة وبالتالي راح تسوي لي permanent damage بالformation. لذلك أستخدم مواد لازم قابلة للذوبان لاحقا، وهي اللي على سبيل المثال هنا عندك الكالسيوم كاربونيت، هذه من مواد مانعة الفقدان اللي تستخدم بالطبقات المكمنية. هذه ميزة الكالسيوم كاربونيت هي قابلية ذوبانها بالأحماض، فلذلك بعد ما أكمل عمليات الحفر ممكن بسهولة أذوب هذه المواد بضخ أحماض مثل الهيدروكلوريك اللي راح يذوب لهذه المواد ويرجع لي خلينا نقول لا نوعا ما النفاذية الأصلية الطبقة بدون ما يسبب لي دمج. هذه هن الأصناف الرئيسية الثلاثة اللي هي يسمونها الكونفنشنال LCM التقليدية أو الطرق التقليدية، خلينا نقول يعني شلون تيبيكال أو يعني ماتيريالز تستخدم خلال عمليات الحفر أو خلال مشاكل الحفر الروتينية. عادة في بعض الأحيان هذه المواد تكون غير كافية حتى تمنع لي أو توقف لي اللوس سيركوليشن، لذلك أستخدم نوع ثاني من المواد أو صنف ثاني اللي إحنا نسميهن أو خلينا نقول طريقة ثانية اللي هي reinforcing blocks on cement. إحنا نستخدم السدادات السمنتية، وإحنا السدادات السمنتية عادة هي أما سمنت أو مرات نستخدم السدادات أخرى مثل البنتونايت على سبيل المثال. فبالأنواع المستخدمة خلينا نقول أو السدادات اللي ممكن أستخدم بيها البنتونايت عندك نوعين رئيسيات حسب الطين المستخدم للحفر. إذا كان الطين المستخدم للحفر أو خلال عمليات الحفر هو الواتر بيز مات، بيستخدمون أويل بنتونايت بلاك، يعني خليط من الأويل زائد البنتونايت، ويستخدمون هنا هاي التقنية باعتبار أنه البنتونايت ما يتميئ ويا الأويل، يعني بالسطح ما راح يتميئ، لا راح يحافظ على خلينا نقول التركيبة، فراح يضخونه داخل البير إلى أن يوصل للمنطقة اللي بيها لوسز. فهاي النقطة راح يكون على تماس ويا الووتر بيز مات اللي يعني الطين اللي يحاوي على الماء، فراح يكون على اتصال ويا الماء على كونتاكت ويا الماء، وراح يبدي يتميئ بهاي المنطقة ويسوي لي سيلينج للمناطق اللي بيها لوسز. أما إذا كان عندي العكس، يعني إذا كان عندي الطين المستخدم بالحفر خلال عمليات الحفر oil based mud، فراح نستخدم water organophilic clay black، يعني راح يضيفون باعتبار إنه البنتونايت ما راح يتميئ داخل هذا الأويل، ويستخدمون نوع ثاني من السدادات اللي هي الأورغانوفيليك كلاي بلاك، وراح يضخونها داخل البير، وراح من توصل للمنطقة اللي بيها اللوسز راح نسوي احنا نوقف التدوير ونسوي سبوتينج، يعني تنقيع لهذه المنطقة إلى أن يبدأ بي هذا السدادة أو الكلاي بالتميئ ويسوي لي سيلينج للمنطقة اللي بيها لوسز. هذه هن الطريقتين أو خلينا نقول التكنيك الرئيسيات المستخدمات بإيقاف عمليات أو مشكلة فقدان دورة سائل الحفر داخل البير. هذه نهاية محاضرتنا اليوم، وأتمنى وصلت فكرة واستفاديتوا من هذه المحاضرة. إن شاء الله نلتقي وياكم بالمحاضرات اللاحقة بمشاكل دورة مشاكل الحفر أو الهول بروبلمز، وإن شاء الله راح نحكي بالمحاضرة اللاحقة عن مشكلة عصيان الأنابيب.